سلطان محمد أحمد سلطان عبد الرحمن وشرشرايد كوقبتي مقادة هرقيسا ياكا هدي لحدة قبودة موراكو كتاقية هاي وقوية مقادة هرقيسا وحانو فرينو دري سلطانكو مضاحدة دقن كي قبل كاودل المتحدة الهندية سنية هذه هذه نقول بدن تهاي وحن أشياء يا شعب كسمال الآن أردن حدوده سين سكولا وحصل له مض أي وضع أقرش هاي إنت هذا بدل هو حدوده اللي حدن كيف خربات كيف قدم بيجا قال كي جريس كو قرن أي تيس كيس تيوح يلا وسارة الداخلية دستور كدلك إياه قوانين تكلا دلك أطع لا إياه شروع دلك بيد ولدي كل دم بينا تعسي أي وده أي تسيه وحن طب الله ورا رنت وقوي كرلا قاضي الله بومبونين أيوه هذه حدوده سيئين لسكوها فقصين يدك مدي بور ما يهرقي سيئة والبكلة حان شرين وحول نيكي أرين هذه أي حلمه يدو والله ما مبدون إن وحان ماشي كتشرين لسوق قلين يا إيه وح ماشي كتشرين لغا صار يو فرقا وحان لا هذه أي قفت هاي هذه أي قويست هاي هذه أي أشخاص كانت هاي بايا يعني عندنا إسكود دي وح ماشي كتشرين إذا كسارت أما وحان ماشي كتشرين إن لسوق قلين يسمير قبطة أرين تعسي هلون ناقشة خاصة المضاحة الدقنكو بقول بقولي ده إلى هاي أنا أحرمها قارقود كرو قادم. جلس كنا للسودان كوحو هم بريه يبغادين ودري هاوش النبضين تاع. أودي كنا ذا بريج كودو قرات شامع. قرات شامع قرات عليه أو كم مرتي قادين رقم إحنا قمي دو قبل كتوك دير كده كتير سن صح دير. لما قطبوا عيسو صار من هلكن دول يعني كم بريه أنكم بغادين يا وها النبض ده إلا كشقيه دي كان كاسي. سوى ده شيل لقى شقيه إن لحوجيو قطبدي عيسلا قرتين حشيس كيسلا قرتين حكومة السومالي الآن يك خاتمه. labada qodob oo ay garaadka iyo madaxda dhaqanka uu marti qaaday isla garteen ayaan doonayaa hambliye iyo bogaadinan halkan uga diroon leey halka ka sii wada ugu dambeeyayna suldaanku waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirtu ay ku dhaxmartay deegaano kamida degmada Ceelafweyn gobolka Sanaag laba beelood baa khilaaf ku dhaxmaray tii arintii loo fadhiyay ay aadana shalay iyo maanta nasiib darro oo gacan ka hadal kale iyo dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan waxaan leeyahay war arinta miirqabka lagu soo celiyo walaadi waxa la yeelay waxay tartaa ma jirto dadkii walaalaha ahaa ee Soomaaliland oo dhan iska xigay ee habar lamaan la baxay baa tihiin wanaagi iyo wax soo aanshi habar lamaannimada kula baxay ma waxa doonaysaa imika in la idiraa habar islaaysa oo magaciyo meesha uu ka baxo waxaan leeyahay walaadi hal la joojiyo garaadada iyo madax qabeedka iyo salaadiinta iyo dhamaan shacabka reer Soomaaliland oo dhan ee gobolka Sanaag iyo saraar inta u dhaw waxaan leeyahay arinta gacanta ku dhiga khilaafkana sidaasi lagu soo afjaro